السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، وقف رسولكم صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف في السنة، في يوم النحر وقف يخاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا 14,100. وقف في ذلك الصعيد الطيب المبارك يناديهم ويقول: أي يوم هذا؟ فإذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مندهشون لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يوم يعرفه القاصي والداني، فكيف يسألنا هذا السؤال؟ قال: فسكتنا وسكت طويلا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، سيغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قال: فسكتنا طويلا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أو يسأل عن هذا وهو في الحج وفي يوم الحج الأكبر؟ ألا يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو وفي أي شهر هو؟ قال: فسكت وسكتنا طويلا حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالشهر الحرام؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ هذه أو هذا؟ قال: فسكتنا طويلا حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم يعلم أمته
ويخاطب البشرية جمعاء، يخاطب المسلمين أولا ويخاطب غيرهم كذلك، يعطيهم رسالة واضحة في هذا الدين، رسالة كالشمس في كبد السماء تقول أن هذا الدين دين لا يرى هذه الدماء، ولا يرى هذا العنف، ولا يرى هذا القتل، ولا يرى هذا الإجرام، ولا يرى هذا الطعن، ولا يرى هذا التجريح. دين دخل رجل كما ورد في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس في ذلك الزمان يحملون أسلحتهم، كل الخلق معه سلاح، لم تكن هناك شرط وقوانين كما هي اليوم، فكل يحمل سلاحه. فدخل الرجل ومعه نصول، وهي نصال سهامه التي في جعبة السهام، ممسكا نصوله بيده، لكن النصول ظاهرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذا، يا هذا. عندما دخل من المسجد ورآه قال: يا هذا، أمسك عليك نصولك، أمسك عليك نصولك، لا تؤذي بها أحدا من المسلمين، يعني خشية أن تؤذي بها أحدا من المسلمين. ربما وأنت ماضٍ هكذا، أو أنت تصلي، أو أنت داخل، يندفع أحدهم فتجرحه فينجرح. أنت لا تقصد ذلك، أنت لم تدخل لتقتل، أنت لم تدخل لتجرح، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم على أخيه بالسلاح فإن الشيطان يدفع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. تمزح مع أخيك بس أنت لا تريد قتله، كما يمزح كثير من الناس مع بعضهم بعضا بالسيارات، تقدموا له أو بسكين أو ما شابه ذلك. قال: فإن الشيطان ينزغ أو ينزع في يده، يدفعه من يده حتى يقع في حفرة من حفر النار. لا تلعب بالنار حتى لا تحرق أصابعك، لا تقول ما قصد، ابتعد ابتعد. قال: فإن، بعد أن سألهم تلك الأسئلة الثلاثة وشوقهم، هذا أسلوب تشويق من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوق أمته لما سيأتي بعد هذه الأسئلة حتى يكونوا مجهزين لما سيقوله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وكلامه شفاء ودواء. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الحاضر منكم الغائب. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولو قلبت في كل كتب قوانين الدنيا وأحكامها ومحاكمها ومحاميها لوجدت أن سبب كل المشاكل في هذه الدنيا واحد من هذه الثلاث: الدم أو العرض أو المال. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دساتير الدنيا في هذه الكلمات الثلاث:
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حرام. إياك أن تقترب منه. فتن يعيشها الخلق ولا يعون معناها ولا يفهمونها، فتن عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن قال فيها صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وفي رواية: ستكون فتن الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف له استشرفت، وكأنها لسان يخطفك، من تشرف لها، من رفع لها رأسه خطفته وألقعته فيها وكردسته في حبالها، فمن وجد منها معاذا أو ملجأ فليلذ به، فليعذ به، فليهرب منها. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنيمات، أو خير يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنيمات يرعى بهن شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فتن من أعظم الفتن. يوشك قبل 14 قرنا من الزمان يوشك، فكيف بيومنا هذا؟ يوشك أفعال المقاربة، يوشك كأنها بعد يوم أو يومين، يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنيمات يرعى بهن شغف الجبال. ولم يقل الجبال، فإن الجبال لها سهول وميال أسفل وأوسط وشغف وأعلى، وشغف هو القمة، أن يكون في قمة الجبل حتى لا تصل إليه الفتنة، حتى لا يقترب من كل هذه الفتن ومن هذه الدماء التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أول ما يقتص منه يوم القيامة الدماء، أول شيء يقتص فيه أو فيه القصاص هو الدماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم، وفي رواية: المؤمن في بحبوحة من دينه، ولو زنى ولو سرق ولو كذب ولو فعل، لا يزال المسلم في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. توقف عند الدم، إياك أن تقترب. ما لم يصب دما حراما. لماذا؟ لأن قتل النفس مصيبة، قتل النفس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك وقتل النفس، الشرك وقتل النفس يؤديان إلى الخلود في النار، الشرك وقتل النفس يؤديان إلى الخلود في النار، فابتعد عن الدماء. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القاتل والمقتول يوم القيامة، يأتي القاتل والمقتول، يأتي المقتول متلببا قاتله بيمينه حاملا رأسه بيده اليسرى، يقول تشخب أو تشخب أوداجه دما، يقول: يا رب هذا قتلني، ففيما قتلني؟ ماذا قتلني؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت حتى يقضي عليه؟
فيقول الله سبحانه وتعالى تعست خذوه إلى النار. يقول ابن يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول عبد الله بن عباس ومن قال الله له تعست فلا أفلح، من قال الله له تعست فلا أفلح فلا أفلح. حرمة الدماء عظيمة، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان وعن هذه الفتن، أخبرنا عنها كأننا نراها رأي العين، كأننا نراها رأي العين. وأخبرنا عن قتال المسلمين بعضهم بعضا، وعن تجرؤ المسلمين على بعضهم بعضا. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخطر لا يكمن على المسلمين من قبل يهود أو من قبل النصارى أو من قبل البوذيين أو من قبل غيرهم، وإنما من قبلنا نحن، من قبل المسلمين أنفسهم. ورد الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل إن الله زوى لي الأرض فرأيت ما زوي لي منها، فرأيت مشارقها ومغاربها إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم حديث طويل. يبين النبي صلى الله عليه وسلم مأساة بحذافيرها. يقول وإني قد دعوت ربي بثلاث دعوات، دعوته ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يتوقف المطر، القحط يملأ الدنيا، يجف الضرع ولا ينبت الزرع، فيجوع الناس ويموتون جوعا. هذه تسمى بالسنة العامة، قحط والجد، إعصار، زلزال. قال استجبت لك ودعوته ألا يسلط عليهم عدوا من غيره. الأمريكان يقصفون العراق منذ 20 عام تقريبا أو 15 عام، منذ 20 أو من التسعين. آلاف الطائرات قصفت بغداد وقصفت غيرها، كم قتلوا؟ قتلوا 2,000,000، ولم تبد أمة الإسلام، أمة قائمة بذاتها، ولن يستطيع أحد أن يبيد هذه الأمة ولو فعل ما فعل، ولو ضربوها بالنووي والهيدروجين والكيماوي والبيولوجي وكل أنواع الأسلحة. هذه أمة لا تفنى، هذه أمة خالدة لا تفنى، إلا عندما يفتي الله عز وجل الأرض ومن عليها. إنها أمة خالدة لا بد أن تفنى، لا بد أن تبقى إلى قيام الساعة. ولو حاول كل الخلق بكل أسلحتهم وعدادهم وعدتهم وقوتهم وتخطيطهم ولو اجتمع الجن والإنس باب. قال ودعوتهم ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضته ويستأصل شأفته. قال قد استجبت لك. ودعوته الثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. فقال يا محمد إني قد قضيت قضاء، وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد حتى يهلك أو حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسفي بعضا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفني بعضهم بعضا على كل المستويات، سواء كان في العائلة، سواء كان في القرية، سواء كان في المدينة، سواء كان في الدولة، سواء كان في القارات، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتنة الصحابة في مثل هذه الفتنة
حدثت فتنا كثيرة، حدثت فتنا عظيمة في هذا البلد. عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد العظيم، عثمان رضي الله عنه ماذا فعلوا به؟ قتلوه وهو على مصحفه يقرأ كتاب الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قتلوه على مصحفه وعروا زوجته، ورد انهم قطعوا اصبعها او اذنها او انفها. مع كل هذه الفتن الصحابه كبار الصحابه انزلوا عن هذه الفتن. وسعد رضي الله عنه لما استدعاه علي رضي الله عنه لقتال معاويه قال: انك تعرف كما ورد البخاري ان اخاك، لأن علي رضي الله عنه ربيب بيت النبوة، وأسامة رضي الله عنه كذلك ربيب بيت النبوة، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك تعرف إن أخاك يود أن لو وضعت رأس وجهك أو رأسك في فم الأسد، لوضع رأسه في فم الأسد معك، ولكنك تعرف من قصة ما تعرف. أنا لا أشارك في هذه، أنا لا أدخل في هذه الفتن. أنا أدعو الله أن يهدي الخلق حكاما ومحكومين، أسأل الله أن يصلح الحال، أنفق على الفقراء والمساكين واليتامى، لكن لا أرفع سيفي في وجه مسلم أبدا، لا أرفع سيفي في وجه مسلم أبدا. والقصة كانت تتعلق بأسامة رضي الله عنه لما أراد أن يقتل رجلا كافرا في غزوة من الغزوات، فلما وضع ذباب السيف في عنقه قال: لا اله الا الله، لا اله الا الله، المقتول. فقال اسامه: فرق من الموت يا جبال، تخاف الموت؟ وقتله. فلما رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله القصص، حزن النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا وقال: لما فعلت ذلك يا أسامة؟ قال: يا رسول الله، قالها فرقا من الموت، قالها خوفا من الموت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، يردد: أشققت عن قلبي، أشققت عن قلبي، أشققت. قال: فما زال يرددها حتى تمنيت أن لو لم أكن دخلت للإسلام حتى هذا اليوم. لا أحد يتمنى أن يعود للكفر أو أن يكون كافرا، تمنى أنه لم يدخل الإسلام لهذه اللحظة، لكثرة ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لها، تكراره لها، وغضبه من فعلته. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا تلك الحال، ويعلمنا أن الذي يحدث هو أمارة من أمارات الساعة، والله إنه لعلامة من علامات الساعة. يقول: يتقارب الزمان، كما ورد في البخاري: يتقارب الزمان ويقبض العلم، يقبض العلم لا يبقى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينتزع العلم، ينزعه من صدور العلماء، ولكن ينزعه بقبض العلماء. فكلما مات عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. قال: ويقبض العلم ويظهر وتظهر الفتن، ويقبض العلم، فبقبض العلم تظهر الفتن وتكثر وتنتشر حتى يحدث ما نراه في بلاد المسلمين، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: وما الهرج؟ قال: الهرج القتل، 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 ألا قتل، 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 قتل. قال: بين فتن بنيان الساعة يكثر فيها الهرج، يكثر فيها الهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل
ولا المقتول فيما قتل، وورد في رواية صحيحة القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة المفصلة حتى نعلم أن الساعة قد اقتربت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر، نحن والله قد نغمض عينا ونفتح أخرى، فإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. لكننا بعيد عهد برب، وقست القلوب، قست قلوبنا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ويعلمون أنها الحق. أتيت أنا والساعة كهاتين. قال بادروا بالأعمال ستة، انتبه، تقوم عليك الساعة وأنت في غفلة معرض، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن أو من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قد لا ننتبه، قد نكون مشغولين في أبنائنا ونسائنا وسياراتنا وأعمالنا، فإذا بالساعة تقوم عليك الساعة وأنت بذلك العمل، سواء كان عملا دينيا يعسرك الله به أو عملا دنيويا لا قيمة له. قال بادروا بالأعمال، تحرك، اعمل، اعبد، ادعو، صلي، أعد، اتق الله ستة، يعني قبل أن ترفع الأعمال ولا ينفع نفسا إيمانها، قبل أن لا يصلح إيمانها، قبل أن لا تستطيع التوبة، عندما تخرج الشمس من مغربها، عندما يظهر المسيح الدجال، عندما تظهر الدابة تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لحظة فجأة تجد ذلك بين عينيك وأمامك وأنت لا تستطيع الكلام، لا تستطيع التوبة، لا تستطيع شيئا. بادروا بالأعمال ستة، إمارة السفهاء، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يخبرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن هذا. وهذا الدين دين يصلح لكل زمان ومكان، فلا يأتي أحد ويقول لم يذكر رسول الله، أو لو كان هذا الدين حقا لذكره رسول الله لورد في الكتاب. قال إمارة السفهاء، أخبرنا بأنهم سفهاء فيهم سفه، بل ورد في صحيح البخاري وفي مسلم يقول لهم أجساد، لهم قلوب الشياطين على جثمان الخراف، قلب شيطان، قلب شيطان وجسد خراف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع اميرك ولو جلب ظهرك وشطر ملك. لماذا؟ ليس حبا، ليس كرامه، ليس لانه امير المؤمنين، ليس لانه امير الصالحين، ليس لانه عمر بن الخطاب، لا والله، لا والله ابدا، ليس كذلك، ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تمام العلم أنهم سيفنون البشر. عشنا هذا في الخمسينات وفي الثمانينات وفي وسط الثمانينات وفي التسعينات، عندما أبيدت قرى بأكملها وأبيدت مدن بأكملها وقتل المئات من الألوف من الخلق بين عشية وضحاها. قال بادروا بالأعمال ستة، إمارة السفهاء، وإياك أن تجابه سفيها لأنه سفيه، كيف تجابه؟ كيف تجابه؟ تجابه مجنونا يقتلك يدمرك. لا، الهروب أفضل، الهروب أفضل، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، سفيه.
وكثرة الشرط. دول العالم جميعا ينفقون على التسليح وعلى القنابل وعلى الصواريخ وعلى الأشياء التي تبين الخلق الأخضر واليابس، التي تبين الإنسان والحيوان والحشرات وتبين كل شيء، ينفقون معظم ثروات الشعوب على مثل ذلك، إما صناعا وإما مشترين. هذه حقيقة، هذه لا يمكن لأحد أن يعني يراها بعين أخرى. تنفق الأموال على الأسلحة، أين ستذهب هذه الأسلحة؟ هل هي زينة سيضعونها؟ لا، هي لها وظيفة، وظيفة هي إفناء الخلق، حرق الأخضر واليابس، الفتن، تأجيج الفتن، تأجيجها بماذا؟ بالأسلحة، قتل، آلات قتل، كثرة الشرطة، شرطة كثيرة، جيش، وجيش مركزي، وأمن دولة، ومخابرات، وشرطة، وجيش كذا، وحرس خاص، وحرس عام. لماذا كل هؤلاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكثرة الشرط وفطرت. ماذا سيقابل حتى نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بالحق، وأن كلامه وحي يوحى؟ ماذا يقابل إمارة السؤال وكثرة الشرط؟ الرأس والطب، الزواج، كل واحد يتزوج زوجتين وثلاثة، هدايا وسيارات لنا، ماذا سيقابل؟ إمارة السفهاء وكثرة الشرط واستخفافاً بالدم. هذه الثالثة، استخفافاً بالدم، يذبح المرء كأنه دجاجة، يذبح المرء كأنه دجاجة. بسم الله الله أكبر، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، واستخفافاً بالدم وبيعاً للحكم. يشترى القاضي من مال، يحكم بالعدل، ظلم وبيعا للحكم، وقطعا للرحم. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا كانه يرى هذا الذي يحدث، إمارة السفهاء، كثرة الشرط، استخفافا بالدم، استخفافا بالدم، بيعا للحكم، وقطعا للرحم او قطيعه رحم، ونشوا نشوا. هذه تقابل اعظم فتنه، وهي فتنه الجهل، فتنه قبض العلم، وان لا يوجد في الخلق الا من لا يعرف الالف من كوز الذراع ويصبح عالما، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، ونشوا شبابا متحمسين يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها، وإن كان أقلهم فقها. هذا الجهل هو الذي يؤدي إلى كل هذه الفتن، ويؤدي إلى كل هذه المصائب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه، يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، نعلم أنكم تتحرقون لمعرفة رأيي في هذه الأحداث، في كل مسجد وفي كل حارة وبيت ومدينة، الناس يريدون سماع كلام يؤجج عواطفهم. أيها الناس، قوموا وتظاهروا وافعلوا. أنا لا أحب السياسة، لأني أعرف أن دهاليزها كلها مزالق، وأعلم تمام العلم
أن مصيبتنا لا تتعلق بالسياسة أبدا، لا بديمقراطية ولا برأسمالية ولا باشتراكية ولا باجتماعية ولا بأي شيء آخر. هذه قناعتي، ربما أكون من أعظم المخطئين على وجه الأرض. هذا رأيي، وعلى الجميع أن يحترمه، وأنا أحترم وراء الآخرين. أنا متيقن تمام اليقين كما أراكم أمامي الآن، أنتم بشر ولستم أحجارا أو مخلوقات فضائية، أراكم بشرا. لا يجادلني أحد في هذا، أنه لا يصلح حالنا على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة، على مستوى العائلة أو على مستوى الدولة، إلا أن نرجع جميعا إلى ربنا. قاعدة واضحة صحيحة صريحة في كل كتاب الله، لو أمسكته من الفاتحة إلى الناس لن تجد شيئا مخالفا لها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اقرأ ما بعدها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم الله ليستخلفنهم في الأرض. الله الذي يستخلف كما استخلف الذين من قبلهم، الله الذي استخلف، الله استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى حتى يعلم الناس، يحيط الآيات كأن آية التمكين في الأرض كأنها موضوعة في برواز في إطار لا تصلح الصورة بالصعب من غير هذا الإطار. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم يعلمنا الله أن كل من تراه إن كان من مسلم قوي وضعيف هو عند الله ضعيف لا قيمة له. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم جهنم ولبئس المصير ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الله معجزا، لا يعجزون الله، لا يعجز أكبر طاغية على وجه الأرض مهما كانت قوته، لا يعجز رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. الله عز وجل قادر على اقتلاعهم من جذورهم. وكم اقتلع رب العالمين حضارات ودولا وأمما، كم اقرأوا سورة الحاقة، اقرأوا سورة الشعراء، اقرأوا كتاب الله لتعلموا أن الله عز وجل قادر على اقتلاعهم من جذورهم مع ضعف المؤمنين وخورهم، مع قلة سلاحهم وعتادهم، مع قلة تنظيمهم، لكنهم آمنوا بالله عز وجل. نحن لا يصلح هذه الأمة إلا لله. لذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام المبارك العظيم، قل لا ينصلح حال آخر هذه الأمة. أي آخر هذه الأمة؟ مالك بن أنس يتحدث عن آخر الأمة، وكان يعتقد أن أمته التي هو فيها، أن القرن الذي كان فيه القرن الثاني هو آخر الأمة وليس بعد 14 قرن من الزمان. كان يعتقد أن الدنيا ستفنى من ذلك الوقت. قال لا ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به حال أولها. كيف صلح حال أولها؟ قال عمر رضي الله عنه، عمر أمير المؤمنين الفاروق الذي يفر الشيطان منه، قال نحن أمة أعزها الله بالإسلام. والله ما أعزنا لا برأسمالية ولا بديمقراطية ولا باشتراكية ولا بليبرالية ولا بعفاريتية ولا بأن يحرق المرء نفسه حتى يشعل ثورة في البلد. جهنم، احرق نفسك حتى حر، أنت منتحر. نفسك يقول من أخذ حديدة وضعها في بطنه أتى يوم القيامة متردياً
حددته في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. من احتسى سما؟ من قتل؟ من تنتحر من اجل ماذا؟ تقتل نفسك من اجل ماذا؟ هل هذا يعلي الله عز وجل به الدين ويقيم به الدوله؟ لا والله، لا والله. ربنا عز وجل يقول في كتابه: ان تنصروا الله ينصركم. خلاص، ان تنصروا الله ينصركم، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اذا تبعتم بالعين ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله، الله الذي سيسلط علينا. هذا تسليط من الله، حكامنا تسليط من الله علينا. واحد من زائد واحد يساوي اثنين. لا يمكن ان تكون هناك قضيه اخرى. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم. انا ما رايت مع ظلمهم، مع جورهم، مع كل ما ترونه، ما رايت حاكما اخذ رجلا من قفاه وقال له: الان تذهب وتاخذ القرض الربوي. ما سمعت. ما رايت حاكما جر رجلا من لحيته وقال: الان تفرج على حوازير رمضان وفطوطه وبطوطه وبطوطه. ما سمعت في هذا الوقت. ما سمعت. يذهب الواحد منا مختارا الى الستور ويشتري التلفزيون والفضائيات والدش كبير فوق البيت، تتفرج زوجته على الرجال العراء وعلى النساء العراء وبناته واولاده. نحن بايدينا لا بايدي غيرنا. هل اجبرنا الحاكم على هذا؟ اذا والله مع ظلمه القضيه فينا نحن. لذلك ورد الحديث الصحيح عن قتالة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت بنو اسرائيل لموسى: يا موسى، يا موسى، قل لربك، انت في السماء ونحن في الارض. نظر الله، لانهم طلبوا ان يروا الله عز وجل، ارنا الله جهرا. ما لم يروا، ما رأوا. فكيف نعلم او نعرف رضاك من صخرك؟ بس مساله بسيطه. كيف نعرف رضاك من صخرك؟ فقال الله تعالى له: يا موسى قل له، اخبرهم لها، علمهم. إن رضيت عليكم، إن كان الله راضيا عنا وعلينا، سلطت عليكم خياركم. إن كنت راضيا عنكم سيحكمكم خيار الخلق، مثل عمر رضي الله عنه وينام تحت النخلة، ينام وضع حذاءه ونعليه تحت قفاه تحت رأسه، وينظر إليه رسول كسرى ويقول: هذا أميركم، هذا الذي ينام تحت النخلة، هذا الذي ثوبه كله رقاع، هذا هو. أين الحراس؟ أين القصر؟ أين المال؟ أين حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر؟ السلام عليك. متى إن رضي الله عنا سلط علينا حكاما أو رزقنا حكاما صالحين. إن رضيت عليكم وليت عليكم خياركم، وإن سخطت عليكم، إن غضب الله علينا من أفعالنا وذنوبنا ومعاصينا وآثامنا، من تفرقنا، من تخاصمنا، من سبنا بعضنا بعضا، من تعدي بعضنا على بعض، من ظلم بعضنا لبعض، سلطت عليكم شراركم. إذا أين المشكلة؟ المشكلة في تغيير الرؤوس؟ غير الرؤوس. وكم غيرنا رؤوسا قبل عقدين ونصف من الزمان، قبل ربع قرن، في بلد من بلاد المسلمين قامت ثورة وغير الرأس، غير الرأس. فكانت النتيجة بعد ربع قرن من الزمان أن نصف هذه البلد طارت، النصف ركب أجنحة وطار. أكلت يوم أكل الثوب الأبيض. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا يا أمة محمد، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا فتضعفوا فتخرب مخططاتكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم وعظمتكم وأوجكم. لذلك أحبابي توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، ارفعوا أكف الضراع أن يرزقنا التوبة الخالصة، التوبة النصوح له سبحانه وتعالى، حتى
حتى يعيد الله إلينا مجدنا، وحتى يحفظنا في بلداننا، وحتى نرزق الأمن والأمان. فإنهما أعظم نعمة، أعظم نعمة أن تكون آمناً أميناً في سربك. من بات آمناً في سربه، آمناً في سربه، حاز قوت يومه، معافاً في بدنه، فقد حاز الدنيا بأسرها، فقد ملك الدنيا بأسرها، فقد حاز الدنيا بحذافيرها. أن تجد ما تأكل، لا يقتلك أحد، لا يضرك أحد، لا يؤذيك أحد، صحيح البدن، فأنت الملك، وأنت أفضل من الملك. فإن الملوك والله لا يهنؤون بعيش ولا بطعام ولا بشراب، ولا أنت تمشي تتسكع في المريض بس تتسكع وأنت مرتاح، لا يقترب أحد، لا يقول لك أحد شيئا، هو لا يستطيع أن يمشي إلا بهراسات ورعب وخوف. إذا أكل 20 يأكلون من طعامه حتى يتأكد أن أحدا لم يدس له السم، يخاف من أبنائه، من زوجته، من كل المقربين إليه. أي حياة هذه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا جحيم، هذا هذه ليست حياة، هذه نار، نار. لا تظن أنهم فرحون، والله يحرقهم بتلك الأموال ويحرقهم بتلك السرقات إن كانوا يسرقون. أبشر وأبشر بكل ما يحدث، نرفع الكفر الضراعة وندعو لهم بالتثبيت والرحمة والمغفرة وهداية الطرفين وإبعاد الفتن عن بلاد المسلمين، ولا نفرح لا بهؤلاء ولا بهؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا جميعا الفتن. اللهم ارفع عنا الفتن، اللهم ارفع عنا الفتن، اللهم وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل شر يا رب العالمين، اللهم استر عيوبنا وعوراتنا وآن روعاتنا، 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 اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظهم من هذه الفتنة العظيمة، اللهم وقنا الشرور والآثام يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصلحنا في زوجاتنا واصلحنا في ذرياتنا، ربنا ارحمنا رحمة واسعة وأنت أرحم الراحمين، اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم اعف عنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر اضطرارنا، اللهم اكشف السوء يا من يجيب المضطر اذا دعاه، ندعوك في هذه الفتن المتلهمه يا رب العالمين، اللهم اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف عنا العذاب، اللهم اكشف عنا العذاب. امين امين، وصلوا وسلموا وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يرفع الله عنا هذه الأمة، ادعو استجتهد والله الدعاء من أخطر الأسلحة، ادعو الله عز وجل أن يقينا في كفنا. استووا، اعتدلوا، سدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان. ألصق الكعبة بالكعب، القدم بالقدم، والكتف بالكتف. كليب أهم فارخ، دي بنوجة على الكنوشن، ونفوسها نفوس الشرطة عن شرطة بالطبع. سيئة مشتي. سيئة مشتي، بس في سنة البيئة نيت تركيزة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
حصل في مصر، اللي حصل في تونس ما كانش قتال بيه.